صباح الخير ومنرحب فيكم من جديد. إذن معكم بالفقرة الزراعية واللي رح نتحدث فيها عن الأشجار المثمرة وكيفية رشها وأيضا كيف نقدر نخفف الحمل عنها. رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية أمل القيمري. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. الله يعافيك. بداية كيفية التعامل مع الأشجار المثمرة هو موضوع كتير مهم. فإيش نقدر نعمل فيها لحتى تضلها محافظة على إظهارها وصورتها المميزة من بداية الشتاء لمرحلة الصيف؟ بصبح عليكي وعلى المشاهدين. صراحة ميس، هي موضوع الشجر الفاكهة كتير إشي يمكن شوي في خلط. حلو سؤالك إنك بلشتي من مرحلة الشتاء. إحنا دائما نقول عنايتنا بحديقتنا بالشتاء هي اللي بتعطيني النتيجة الصح بالصيف. نعم. هلأ إذا بنحكي عن الأشجار المثمرة بالشتاء، بدنا نبلش طبعا إحنا في إشي عنا اللي إحنا بنقوله رشة العظم. أوكي. هلأ رشة العظم عبارة عن إني أرش وقت الشتاء الرشة اللي كتير مهمة، اللي هي إما الزيت الشتوي أو الزيت الصيفي، ما في مشكلة. الفكرة إنه زيت مخلوط بالمبيد الحشري والمبيد الفطري. هلأ هاي الرشة كتير مهمة لأنه الزيت هذا بسكر لي طبعاً، هذا هاي الرشة بعد التقليم، إحنا منقلم بشهر 2 بعديها مباشرة من رش. هلأ هاي الرشة والزيت خاصة بسكر لي أي فتحات أو جروح بالشجرة عشان أصلاً ما تفوت أي حشرات فيها، هذا جزء. الجزء الثاني انه هذا الزيت بغلف الحشره، بسكر عليها كامل فبتنخنق، ما بتعود تتنفس، فبكون انا قضيت على اي اصابه حشريه بايته بالشجره. نعم. نعم. بالاضافه لموضوع السماد العضوي اللي احنا دائما بنركز عليه، السماد العضوي كل ما حطيت في الارض سماد عضوي كل ما انا بفيد شجرتي أو أرضي بشكل عام. بنرجع وبنقول إنه السماد العضوي هو ليس سماد، السماد العضوي هو مواد عضوية بتحسن خواص تربتي عشان الشجرة تأخذ هاي المواد. فأنا بالتالي بخفف كوست أو كلفة يعني أسمدة بالصيف، لكن هو مش سماد. يعني هو مثلا إذا عندي نقص أي عنصر سواء عناصر كبرى أو صغرى بالتربة ما بيعوضها السماد العضوي، لكن هو بيساعد الجذر ياخذ هاي المواد من الأرض. نعم. طب هلأ في معتقدات لبعض الناس بيقولوا أنه هم بفضلوا أنهم يعطشوا الشجر بوقت الإزهار، فهل هذا الإشي صحيح أو لا؟ وليش بيعملوا هذا الشيء؟ هلأ إحنا حكينا عن الشتاء، هلأ إذا بدنا نبلش بالربيع، أنت بتعرفي أنه بالربيع ببلش الإزهار على الشجر. نعم. بتعطي ورق والإزهار. هلأ في اعتقاد خاطئ زي ما تفضلتي أنه عطشوا الشجر، وهذا الحكي مش صح. لا بعطش ولا بزيد، أنا بمشي يعني أموري تمام زي ما هو مرتب. يعني أنا بشهر 4 السنة مثلا، أعطيك مثال، إحنا السنة لشهر 4 ما سقينا شجر. نعم. لأنه كان الجو لطيف. نعم. يعني إحنا لهلأ في عنا شوية برد. بالضبط، يعني مش كتير عم بتكون درجات بالزبط. الحرارة مرتفعة. فبالتالي متى ما بلشنا صار في حم بلشنا نسقي بشهر 5، عملنا برنامج للحديقة وللشجر ومشي الوضع تمام. يعني مش اني انا بعطش، بالعكس التعطيش بيعمل ستريس، بضغط على الشجره فبتوقع الزهور. فهاي النقطه اللي انت سالتي عنها كثير مهمه وكثير بحب اني اوضحها للناس. نعم. هلا في فيديو هون ما بدنا، بس بدنا اذا بدنا نمشي بالترتيب. هلا احنا بعد اول شيء زي ما قلت لك اجى فصل الربيع. هلا اذا حابين نسمد انا راح احكي ايش المراحل اللي بده يتسمد فيها، لكن هذا مش ضروري لحدا عنده بيت. نعم. هلأ بالمرحلة الأولى اللي هي فيها بلش الإزهار، بعد الإزهار ببلش العقد. إحنا هون هلأ صور بس بشكل عام من شجر، مشمش، خوخ، دراء، شوية أنواع صورناها وحبينا نورجيها لمشاهديننا. هلأ أول شيء بقدر أسمد بالعشرينات. وكصاحب بيت مش على نطاق تجاري مش مشكلة، العشرينات ممكن يؤدي لي غرض. هلأ مرت المرحلة الأولى بعد العقد وأعطيت العشرينات، بعد هيك ببلش أتخصص. بعد هيك ممكن أعطي 30-10-10. ما هو العشرينات إيش هو؟ نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم، NPK، هيك ترتيبه. فهلأ هدول الثلاث نسب اللي هو منقول 20-20-20 هيك نسبتهم. هلأ بعد ما يعني أول ما تعقد بعطيها العشرينات، بعد فترة بصير أعطي 30-10-10 أو أي نسبة تانية نيتروجينها عالي عشان أعطي دفعة للورق. الورق
بشد لانه النيتروجين بعطي بدفع الورق، فالورقه بتشد فبتعطي دفع للثمره. هلا بنيجي لاخر مرحله اللي هي بعد ما الحبه بلشت بدها تكبر. قبل ما تستوي بثلاث اسابيع بعطي البوتاسيوم العالي. لانه البوتاسيوم اللي هو اخر رقم ان بي كي، البوتاسيوم العالي هو اللي بيكبر لي حجم الورقه. هلا انت هون عم تحكي بحاله مش التجاري. هلا اذا هذا التجاري، التجاري لانه هو بهمه يعطي طبعا حبه كبيره. لكن اذا انا صاحب بيت مثلا وما عندي كتير شجر، مش معقول اضل يعني احنا بنحكي بنطاق بيت، مش مشكله العشرينات بيقضي غرض، لانه احنا النيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم هدول ثلاث عناصر، نيتروجين للورق وفوسفور للجذر وبوتاسيوم للحب، فبناء عليه بقرر ايش بدي احط على نباتاتي او شجري المثمر بكل مرحله. طيب هلا في عنا كمان فيديو بيوضح كيفيه تخفيف الحمل عن الاشجار، فهون شو اهميه تخفيف الحمل عن الاشجار، واذا زاد الحمل عليها برضو ايش ممكن ياثر؟ هلا احنا ما يسفي عنا بالشجر، هلا زي ما انتم شايفين هلا هون عم بفرد انا بالحب، هذا القطف كان عليه ست حبات، فانا راح اشيل ثلاثه واخلي بس ثلاثه. هلا في عنا بالشجر ظاهره بتسمى alternative bearing. alternative bearing يعني الشجره السنه ممكن تحمل حمل كبير كتير، وبصير مع معظمنا هذا الحكي. السنه اللي وراها تحملش الا اربع خمس حبات، وهذا الحكي بصير مع كل الناس. هلا ايش الفكره؟ هذا إشي طبيعي من الشجره، عشان اوازن بالحمل من سنه لسنه بخفف حملي عن الشجرة بالسنة اللي بيكون فيها الحمل كبير كبير. فبالتالي أنا بحصل أولاً على حجم حبة أكبر، لأنه أنا بدل ما الشجرة تعطيني الغذاء لست حبات على القطف تعطيني الغذاء لثلاثة، فباخذ حجم أكبر للحبة وفائدة أكتر بيكون بالحبة. وفائدة الثانية أنه أنا بوازن، يعني أنا ما بدي هذا الالترنيتف بيرينج اللي أنا سنة باخذ والله ممكن بوكستين عن الشجرة والسنة اللي وراها ما باخدش إلا 20 حبة، يعني ما بزبط سنتين ورا بعض ناخذ الكميات الكبيرة. إذا خففنا الكبيرة إحنا ما بدنا إياها أصلا، ما بتلزمني ليش أخذ، لأنه الكمية الكبيرة بتعني حب صغير. وحتى لو كانت شجرتي بتعطي كل سنة منيح لازم نخفف. هلأ في ناس ما بيهون عليهم هذا الحكي، لكن هو هذا الصح عشان تاخدي حبة حلوة وكبيرة يعني. نعم، عم بتقولي تخفيف زي الطريقة اللي شفناها قبل شوي على الفيديو، يعني لما يكون مثلا في ست حبات نحاول انه نخفف منهم النص. وفي قطوف كتير بتكون حاملة ستة. هلأ هون بيعتمد قديش بدي، يعني في ناس بتقولك انا بدي ست حبات على الشجرة بس بحلوين، فهذا بيعتمد انت ايش بدك، فهو موضوع كتير ضروري. وإشي تاني أنه الحبل لما بكون قريب من بعضه ممكن يضرب فطري وممكن يعني بيكون مضايق على بعضه. ما بتطلع الحبة سليمة، ما بتكون مرتاحة، فأنت بالضبط هي هاي مرتاحة، فإذا ريحتيها بتاخدي أكيد إنتاج أحسن. طيب أيضا في عنا فيديو محضر لموضوع رش الأشجار، فحتينا كمان عن موضوع رش الأشجار. رش الأشجار متى ما عقدت الزهرة، هلا إحنا في عنا إزهار بعدين بصير عنا العقد، العقد اللي هي إنه الحبة كبرت. هلا متى ما صار عندي عقد، هون عم بنرش بالعنب حبينا نورجيكم متى ما صار العقد هلا بدي أبلش ببرنامج رش، لأنه في عندي كتير حشرات رح تصير، في عندي المن، في عندي ذباب الثمار الفواكه اللي هي كتير إشي خطير ولازم ندير بالنا منه. هون إحنا طبعا بالمرحلة هذا الرش جديد، هلا متى ما قلت لك متى ما عقدت بقدر أرتب أموري على رشة، خلينا نقول كل 14 يوم. لو رشينا كل 14 يوم أنا هيك بضمن إنه على الأقل إذا بلشت الإصابة تكون قضيت عليها 100%. وطبعا الرش دائما بده يكون بطريقة صح، يعني إنه بدي أرش كل الشجرة من فوق من تحت. هلا هو بعد ما رش هون انت شايفه من تحت عم برش، راح يطلع ويرش برضه من فوق الساق، برشها الارضيه حوالين الساق برضه، مش غلط اني ارشها، لاحظي كيف هو على الارض هلا عم بنزل. فهذا الحكي كتير مهم، يعني طريقه الرش كمان مش إشي سهل. قديش عم بتقولي لنا الرش يعني مفروض نعمله اذا بنحكي مثلا خلال هاي الفتره، هلا خلال فتره الصيف؟ مش غلط، من خلال من بدايه العقد كل 14 يوم. كل 14 يوم زي ما قلت، لانه بدي اضمن من اول ما عقدت الحبه تكون سليمه وما فيها ضربه. عرفتي؟ نعم. وبضل موضوع المي اللي هو اخر شيء، وزي ما انت سالتيني بالبدايه ما بدنا نعطش الشجره، بدنا نمشي مع الشجر بالطريقه الصح، بدنا نسقي حسب المنطقة، حسب الجو، حسب وضع الجنينة، حسب حجم الشجر. ودائما الشجر اللي بنزرع جديد طبيعي زي الشتل الزينة اللي بنزرع جديد بده مية بزيادة. نعم. لأنه جذره لسه صغير ومش متعود على الأرض، بقدرش يجيب مية من بعيد. فهذا بده كميات مية أكيد أكتر من الشجر اللي صار له سنين يعني. نعم. طب هلأ خصوصا يعني عم بتقولي مش عم بيكون في ارتفاع عالي لدرجات الحرارة، فمثلا في بعض الناس شوي عم مش عم
يعني مش عم بروا او مش عم بيرشوا كثير او يعني بحطوا المي للاشجار. فهذا الموضوع برضه بيساعد، ولا مثلا هاي الفتره نحاول انه نكثر مثلا من المي لحتى التربه تضلها تتشرب اكثر عشان ارتفاع درجات الحراره. صرت افهم انا على فكره نظريه. لا ملاحظه وبعدين الترتيب لاحظتي. لا شوفي احكي لك، هلا انا بدي ابلش اسقي شجري بالطريقة الصح. هلأ الطريقة الصح زي ما قلت لك بتعتمد على حجم الشجرة. بدي أعطي الشجرة مية كفاية، بدي أعمل برنامج، ما بدي أعطش، بالعكس الشجر بده مية. فإحنا ممكن هلأ كل أسبوع، في ناس بسقوا كل 10 أيام، بس ما بدي أباعد كمان فترات الري لأنه بدي مي لهاي الشجرة. عرفتي؟ فإحنا بدنا نعطي مي بطريقة صح. هلأ أنا بقدر أقول لك مثلا والله يا ميس كل أسبوعين، هلأ في ناس بسقوا نص ساعة، في ناس بسقوا ساعة. علشان هيك هلا قديش الكميه اللي انت بتعطيها وقديش الفتره بينهم، هذا بيعتمد على كثير عوامل. فكل حديقه لها خصوصيه وكل شجر له خصوصيه وكل منطقه لها خصوصيه. لكن انه موضوع التعطيش هذا اكيد يعني مرفوض، اكيد تماما غلط. مرفوض الا اذا احنا زارعين بعل. هلا في مناطق زارعين بعل، صح، هذا موضوع خلص هلا مختلف، ما بدنا نسقي ابدا، احنا ما سقينا. بس مباعده وقت الازهار هاي يعني بحب الكل يسمعها انه هذا الموضوع مش صح ابدا، مش صحيح. وكمان يعني انه احنا بدنا نكون حذرين لما نسقي، وهي دائما بقولها انه نتطلع مش بس على سطح التربه، لانه احنا اذا عندنا شجره عمرها مثلا 20 سنه، وفي كتير شجر عمره 20، يعني الشجر اللي شفتيه هلا يمكن كم شجره طلعوا صغار، بس في شجر منه كبير. فاحنا بدنا نعرف انه هاي جذرها بده مي، يعني طبعاً بدها كميه مي لازم تنزل لتحت مشان تاخذ ونهتم فيها لحتى ناخذ الثمر اللي بدنا اياه بالنهايه. بدي اتشكرك المهندسه الزراعيه قمر القيمري، اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك.